عبد الله بن مغفل من صحابة النبي صلى الله عليه أبي سعيد. وآله وصحبه وسلم، اسمه عبد الله ابن مغفل، وابنه سعيد ويكنى بأبي سعيد. رأى ابنه يخذف، يعني يرمي بالخذف، يعني يرمي بالحصى الصغيرة، هذا معنى يخذف، خاذف يخذف خذفا، يعني يرمي بهذه الحصى كما ترون، يعني من فعل الكبير والصغير. أحيانا بعض الناس يكون كبير وفيه حماقة، تلقى الرجال بس يخبط في عباد الله عز وجل. ومن أفعال الصغير فهي ما موجودة، يلعب نشن شوتينج كده، يبقى ايش يقعد ايش ينشن كده ويفعل ذلك. فأول مرة رآه فنهاه، فقال نهى رسول الله عن الخذف. القاعدة، احنا نريد ان نستخرج القواعد الأصولية من هذا الحديث. قال نهى، الأصل في النهي ماذا؟ التحريم، حتى يدل الدليل أو الصارف إلى الكراهة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، هذا تحريم، لكن النبي ثبت أنه إيش؟ شرب واقفا، فدل أنها مكروهة وليس محرم الشرب إيش؟ وعلي شرب واقفا أيضا، قال ليراني أحمق مثلك، إلى غير ذلك من هذا. فهنا، لكن هذا الحديث لم يأتي له صارف، هنا لم يصرفه صارف، فدل أن الرمي بهذه الصورة أنه إيش؟ أنه محرم. طيب يقول لك يا أخي أنا بصيد به، النبي قال لك ما بيصيدش، قال لك إنه لا يصيد صيدا، الصيد له مخراق، له معراض، له سهم، له شيء، أشياء محددة يصيد الإنسان إيش؟ يصيد بها، لكن هذا منهي. طيب نهى رسول الله. من فوائد هذا أن التحريم للشارع لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن فوائد هذا أيضا ثالثا أن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ردا على من يزعمون أنهم قرآنيون. عن ثوبان عند ابن ماجه في كتاب المقدمة باب اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لا ألفين رجلا من أمتي متكن على أريكتي شبعان، يقول بيننا وبينكم القرآن، فولدنا فيه من حلال أحللنا، وولدنا فيه من حرام حرمنا، ألا إني أتيت القرآن مثله ومثله معه. فما حرم رسول الله كما حرم الله صلى الله عليه وآله وصحبه وصحبه وسلم. الرابعة من هذه الفوائد انقياد الصحابة لما حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير سؤال حكمة ولا من غير شك رضي الله عنهم وأرضاهم. الخامسة أيها الكرام الفضلاء، أنهم حافظوا على هذا الإرث حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلم ينتاب إليهم شك ولا ريبة، ليس كما يرى في الأزمنة المتأخرة أن الناس يشككون فيما ورد عن إيش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سادسا، أن أعلم الناس بالتنزيل هم الذين حضروه، فلما يأتيك ابن مسعود في قوله تعالى أو من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، يقول والله إنه الغناء، إذن أشدد يدك به، والله إنه إيش؟ إنه الغناء، لأن أعلم الناس به الذين حضروا. مثل ما أقول لك احكينا عن الشيخ فلان، لأنك أنت ملازمه 20 سنة وخمسة عشر سنة وخمسة سنوات، صحيح، فأنت أعلم الناس به من الحضور. لو أتى إنسان لازمه أكثر منك نكل الكلام إليه. هذه كلها فوائد في مسألة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، يعني عن الرمي بهذه الحصى الصغيرة. ثم قال له نعم إنه لا يقتل الصيد، إنه لا يقتل الصيد. فبين له العلل في ذلك التي استقى هذا الصحابي الجليل. فلو قال أنا أصيد به نقول له ما بيقتل الصيد ولا أخوه. لذلك النبي نهى عن إطالة الأظافر وسماها مدي الحبشة. الحبشة كانوا يستخدمون الأظافر هذه يذبحون بها، مدي الحبشة. فلما نرى
امرأة تطيل أظافرها أو شابا يطيل أظافره، نقول له اترك مذي الحبشة. النبي نهى عن هذا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى يقول أنس: وقت لنا رسول الله 40 يوما لقلم الأظفار وإزالة الآباط وحلق العانة والحف الشارب، حتى قالوا بعد ذلك فإنه يكره له أن يبقيها. فهذه أو ما يسمى البديكير بعد ذلك، اللي هو الإتيان بالأظافر المستعارة. وتقول لك زوجتك: أريد أن أتجمل. أقول: لا، مش عايز تجميل شياطين، أنا ما تتجمليش بهذا الجميل، اتجملي ما أباح الله عز وجل، أما تتجملي شيطان أنت ولا بني آدم، إلى غير ذلك. تدخل في الموصلة يا شيخ؟ تدخل في الموصلة؟ ايش؟ الأظافر. لا، ما لا، الوصل أحسن الله إليكم ضابطه يكون في الشعر، كما وصل لحية أو وصل شعر الباروكة إلى غير ذلك. كيف يعني الوصل؟ لعن الله الواصلة والمستوصلة، أن يصل الشعر يحط باروكة أو يضيف له شعر آخر. هذا منهي عنه، نهي تحريم، واللعن فيه، واللعن فيه، لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني اللي تحط الشعر المستعار واللي بتحط له الشعر، عاملة الكوافير، كلاهما ملعونتان مطرودتان. زي حديث الخمر. أيوة، والخمر هذا الذي لعن فيه 10، نسأل الله العافية والسلامة. خذف يا شيخ الحصى الصغير هذا اللي يرمي الحجارة، يعني كل يعني الرمي هو الخذف ولا لأن أورد كان الشيخ المعميد الله يحفظه كان يقول الخذف، أو الشيخ إسحاق الحويني يقول الخذف أن يضع الرجل الحصى على إصبع ثم يرميها بالإصبع. ما هو المقصود بالخذف هو هنا الآن؟ هو الخذف، ما هو الخذف؟ هو الحصى الذي يرمى به، أيا كانت طريقة الرمي، إن وضعها هكذا أو إن أمسك بالإبهام والسبابة ورماها، كل هذا كله هو ينهى عنه، نهى عن الخذف. هذا كل منهي إيش؟ منهي عنه. قال: إنه لا يصيد صيدا، لا يقتل الصيد، ولا ينكأ، ولا ينكأ العدو. ما يؤثر في العدو، هذا مثل هالأشياء لا تؤثر فيه، لا تؤثر في الأعداء. نعم. وإنه يفقع العين، لكن يؤذي الإنسان فيفقع له ماذا؟ عينه، أو أيضا يبطح له رأسه فيؤذيه، أو إذا أعطته في سنه كسرت له، يعني أنك أصبته بجراحة، أصبته بجراحة أو بشجاج إلى غير ذلك. نعم.